السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين كده، وإن شاء الله بعيد سعيد عليكم. إن شاء الله نتكلم مع بعض عن لاب 4. لاب 4 هو بسيط جدا جدا جدا، بيتكلم عن البريودك سيجنالز وإزاي بنتشيك التايم فاريانس. فإحنا أول حاجة هيكون عندنا، إحنا عايزين نرسم إزاي بنرسم ساين ويف، وإزاي بنرسم الفانكشن اللي اسمها السوتوس لو حد سمع عنها قبل كده أو ما سمعش، وإزاي بنرسم السكوير ويف. فإحنا هنشوف الكلام ده إزاي بنعمله. فالمفروض إن إحنا أول حاجة لو عايزين بنرسم ساين ويف، فانا بخش عادي على الماتلاب وفي فانكشن هي اسمها ساين، والساين ديت بيستنى منك ارجيومنت اسمه اوميجا، اللي هي عباره او اوميجا في التي، اللي هي عباره عن 2 باي اف تي، والاف ده اللي هو الفريكوانسي، والتي ده هو التايم بتاعك، والباي ده كونستنت. فانا جاست هنا بعرف الفريكوانسي بتاعي اللي هو 50 هرتز، وبعرف التي بتاعتي ان هي من اول 0 لحد 0.1، عايز احط لها ستيب احط لها، بقول ان الواي عباره عن ساين 2 باي اف تي، اللي هي دي عباره عن الاوميجا تي. ببدأ أرسم بقى في الفيجر ديت التي فيرسس الواي، ولو جينا شفنا الكلام ده هنلاقي الشكل معانا طالع بالشكل الظريف ده، التايم من أول 0 لحد 0.1 زي ما هو معمول، وأدي الساين معمولة بالفريكونسي اللي هو ال 50 هرتز. حضرتك لو جيت بصيت هنا اهوت على الساين كابلة هتلاقي إن هي في 0.02 تايم كبريودك تايم، ده اللي هو كورسبوندنج ال 50 هرتز. السوتوث دي يا شباب بتكون عاملة إزاي؟ هي فانكشن بتكون عاملة تراينجلز كده، يبقى ده هنا هو التراينجل عامل كده من اول ماينس 1 لحد 1، وبينزل كده من ماينس 1 لحد 1، دي السوتوس العاديه. فالسوتوس برضو بتكتب انت على الماتلاب سوتوس وتحط له هنا هو 2 باي اف تي زي الساين بالظبط. فلو عرفت له هنا هو فريكوانسي وعرفت له تايم وحطيت له هنا هو سوتوس 2 باي اف تي وقلت له ارسم التي مع الواي، هيرسم لي الشكل الظريف ده اللي هي عباره عن تراينجلز. طب ماذا لو بقى انا كنت عايز بقى التراينجل دوت ما بيبقاش بزاويه قايمه كده، يبقى تراينجل عادي كده، يعني الماكسيمم بتاعه بدل ما هي بتوصل ان هو عند الفريكوانسي اللي هي عند 0.02 كبيريودك تايم، لا انا عايزها توصل الماكسيمم بتاعها عند 0.01، يعني الماكسيمم تبقى هنا، ويبقى هو الترينجل بتاعي عامل كده. فممكن ده بيقبل ارجيومنت تاني اللي هي السوتوس. فلو جينا بصينا ان احنا عايزين نغير الماكسيمم انستنت بتاعتنا، بدل ما هو كان بيوصل للماكسيمم عند الفريكوانسي انا عايز اوصل للماكسيمم عند نص الفريكوانسي، فبقول له ادي الاف هي هي، بقول له هنا السوتوس 2 باي اف تي كوما، بحط هنا 0.5. 0.5 ده معناه ان هو هيوصل الماكسيم بتاعه عند نص الفريكوانسي ده، بدل ما هو كان بيوصل الماكسيم عند 0.02 لا هيوصل عند 0.01. فلو جينا رسمنا دي هنلاقي ان هي بالشكل الظريف دي عامله كده. طبعا انت هتلاقي ان الدنيا ساعات مش يعني مش اكيرت قوي، لان خلي بالك ان التايم دوت من هنا لهنا اهو دي 0.01، يعني الحته الصغيره انت شايفها ديت دي عباره مثلا عن 0.001، فدي بتبقى حاجات بسيطه قوي قوي، فانت اصلا مش هتشوفها لو انت السكيل بتاعك تايم عادي يعني. طيب دي كده بالنسبه للتراينجل. طب بالنسبه بقى للسكوير ويف، لو عايزين نرسم سكوير ويف هو نفس الكلام، عندنا فانكشن اسمها سكوير وبتاخد 2 باي اف تي. فاحنا عرفنا هنا فريكونسي، عرفنا هنا التايم، قلنا ان الواي عباره عن سكوير 2 باي اف تي، هنلاقي ان هي بيرسم السكوير بتاع حضرتك عامل كده. والسكوير ده هتلاقي برضو ان هو هنا لو جيت تبص على الفريكوانسي بتاعه او البريدكت تايم هتلاقيه 0.02 اللي هي كورسبوندنج ال 50 هرتز، وبيقعد يكمل كده. طبعا هتلاقي ان السكوير ان هو برضو متشاف في حته صغيره، علشان برضو خاطر اللي احنا اتكلمنا عليه ان التايم اصلا الحته الصغيره اللي انت شايفها ديت دي اصلا تقريبا نو تايم يعني، ودي هتبقى حته من الاساينمنت اللي حضرتك هتحلها، هيكون برضو عايز منك ترسم سكوير. طب في السيمي لينك، ما احنا عارفين ان في السيمي لينك اصلا في اصلا حاجه اسمها ساين، فالساين دي عاديه بتاخد امبليتيود وبتاخد فريكونسي، ما فيهاش مشكله. فانا ممكن اعمل ساين، احط ساين وهي ترسم لي الساين بتاعتي. طيب لو عايزين بقى نتشيك بقى البريوديستي بتاعتنا، يعني ايه يا شباب نتشيك بريوديستي؟ يعني هل الفانكشن دي بريوديك ولا مش بريوديك؟ طب لو بريوديك معناها ايه؟ معناه ان انا لو عايز اجيب الواي عند اي تايم وليكن تايم اسمه اكس، المفروض تطلع هي هيها بتساوي الواي اوف اكس بلس التي، وير ان التي ده هي البريوديك تايم. فهنا ان الاكس اوف تي ايكوال الاكس اوف تي بلس تي كابيتال، يعني اكس اوف 0.5 بتساوي الاكس اوف 0.5 بلس التي كابيتال. التي كابيتال دي اللي هي ال 1 اوفر فريكوانسي، اللي هي لو فريكوانسي 50 يعني 0.02، يعني لو ساين ويف فانا عارف مثلا ان ساين 0.5 هي بتساوي ساين اوف 0.5 بلس 0.02 اللي هي ال 1 على اف لو الاف 50 هرتز، فدي بنقول عليها ان هي بيريوديك فانكشن. طب لو انا عايز اتشيك بقى البيريوديستي، فبقول له هنا هو ادي الفريكوانسي وادي التايم وادي الواي هي السكوير اوف 2 باي اف تي و50، ادي دوت ال 2 باي اف تي بتاعتنا اللي هي اللي موجوده عندنا، و50 ده الفريكوانسي بتاعنا. فبقول له هنا هو الواي اوف
التي ايكوال ايكوال 0.0005. ايه بقى دوت؟ دي نو اي فاليو، وليكن الفاليو دي اللي هي التي، حطيت هنا اي فاليو 0.005، هل هي ايكوال ايكوال الواي اوف التي 0.005 بلس 1 اوفر اف، دي اللي هي التي كابيتال. لو دي بتساوي دي يبقى خلاص ديسبلاي ان دي كده بيريودك. طب لو دي مش هي هيها، يبقى خلاص ابدا ديسبلاي، يعني لو انت عايز تعمل حاجه تانيه فتقول ان دي خلاص، يعني كان ممكن نعمل هنا اف ونعمل else، يبقى اكتب مثلا ديسبلاي ان هي نوت بيريودك، مش بيريودك. وعايز ارسم فيجر، ارسم التي مع الواي، طبعا احنا عارفين كده كده ان دي سكوير ويف فهي بيريودك طبعا. طب تخيل بقى معايا ان انا بقى معايا بقى فانكشن، الفانكشن ديت هي عباره عن مجموعه تو فانكشنز، واحده بيريودك والثانيه بيريودك، وجمعت الاثنين على بعض، هل الجمع بتاعهم ده هيطلع بيريودك ولا مش بيريودك؟ هي دي ان هو البروبلم بتاعتنا. فبيقول لحضرتك ان هو لو انت معاك ان x1 بيريودك وx2 بيريودك، والواي هي عباره عن x1 بلس x2، هل دي هتكون بيريودك؟ دي هتكون بيريودك اف اند اونلي اف لو ال T1 على ال T2 ايكوال A على B. طب ايه هي ال T1 وال T2؟ ده البريودك تايم بتاع الفانكشن الاولانيه، وده البريودك تايم بتاع الفانكشن الثانيه، تقسمهم على بعض يديك هنا رقم على رقم اللي هو ال A على B. لو ال A على B ده حاجه اسمها راشونال نمبرز، يبقى هي بريودك. يعني ايه راشونال نمبرز؟ يعني 2 على 3، 5 على 7، يعني ارقام انتجر. 2 على 9، وات ايفر. طب لو هي الراشونال نمبر هتطلع ان هي مش بريودك. طب هي ايه هي الراشونال نمبرز؟ الراشونال نمبرز دي حاجه مثلا زي الروت، مثلا سكوير روت بتاع 2، او سكوير روت بتاع 5، او سكوير روت بتاع 7. ده هيديك هنا رقم 10 هنا، او هيديك رقم مش هينفع يتقسم على التاني. حاجه مثلا زي اللوج، لوج 8، لوج 19، كل الحاجات دي برضو الراشونال. فاي حاجه هنا هو اكسبوننشال مثلا اي تو ذا باور هاف، اي تو ذا باور 11، فكل ده حاجات اسمها الراشونال نمبرز. فلو دي هنا هو هي عباره عن انتجرز، هي عباره عن ريال نمبرز ال A على B، يبقى قلنا خلاص، قلنا ان هي تبقى بيريودك. طب ولو هي بيريودك خلاص، وعرفنا ان A على B ده هي عباره عن راشونال نمبرز، البيريود بقى بتاعت ال X1 بلس X2 هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ال A في ال T2 او ال B في ال T1، كده بتطلع طرفين بيساوي سطحين. فالكود الظريف دوت بنتشيك منه البريودست بتاعتنا، بقول له عرفت الفريكونسي الاولاني وعرفت الفريكونسي الثاني وعرفت التايم، وقلت له انا عندي تو سكوير ويفز، واحده بالفريكوانسي الاولاني واحده بالفريكوانسي الثاني، فالواي هي عباره عن السكوير الاولاني زائد السكوير الثاني. عايز اجيب الريشيو، الريشيو اللي هي تي 1 على تي 2، اللي هي 1 على اف 1 على 1 على اف 2. بعد كده عايز اجيب بقى الاي والبي، عايز اقول له ان الاي والبي ده هي النيميريتور والدينيميريتور بتاعت السيمبل ده على السيمبل ده. فبقول له خلاص ان الاي والبي في فانكشن اسمها نمدن، دي اللي هي نيميريتور دينيميريتور، يعني خد البسط والمقام، سيم ده اللي هي السيمبوليك، باخد السيمبوليك بتاع الريشيو، الريشيو دي اللي هي التي 1 على التي 2، يبقى كان الاي والبي هي هي بيساوي بالتي 1 على التي 2. طب عايز اجيب بقى التي اللي هي البيريود بتاعت كل الفانكشن اللي هي اسمها واي دي، فدي ممكن تتجاب ازاي؟ بكل بساطه هنا احنا ممكن نعمل كده، يعني لو انا هنا دي هنا التي بتاعتنا هنا نشيل تاني خلاص كده، لو دي هنا هي التي هنا بتاعتنا، فانا عايز اقول له ان التي ديت هي عباره عن التي 1 مضروبه في البي او التي 2 مضروبه في الاي، بس احنا لسه قايلين ان الاي والبي ده سيمبوليك، يعني ده سيمبول في الاخر، انا عايز احوله بقى الرقم، فلازم اقول له ان التي ده هي عباره عن دبل اوف اي، الدبل ده طبعا هو داتا تايب معين، الدبل يعني في عندك حاجه اسمها سنجل، حاجه اسمها دبل، حاجه اسمها بوليان، دي شويه داتا تايبس، فانا ده عباره عن رقم، فهبدا احطه ان هو عباره عن دبل، اقول له عباره عن الدبل بتاع الاي اللي هو الرقم ايه ده، بس خده از رقم مش از سيمبل، اضربه في التي 2، التي 2 ده اللي هو 1 اوفر اف 2، فاحنا كده جبنا التي. طيب في حاجه بقى هنا اهوت، انا عايز اقول له اف الواي اوف التي ايكوال رقم بتساوي الواي اوف التي ايكوال الرقم ده بلس التي، التي ده اللي هو البريود بتاعتي، فنعرف حاجه اسمها ان، الان ده هي عباره عن ال 0.007 ده اللي انا هتشيك عندها بلس التي، وقرب الكلام ده لاربع ارقام عشريه بعد العلامه. ليه؟ لان هو لو قربوا مثلا لرقمين عشريين مش هينفعني، لان انا عندي هنا بعد العلامه ثلاث ارقام، فانا محتاج الرقم اللي انا هقارن بيه او هجمعه يكون اصغر كمان من ده، يعني اجيب اكيورسي عاليه جدا. ليه؟ بقول له خلاص اتشيك عند 0.007 وقرب بلس تي، وقرب الكلام ده لاربع ارقام عشريه بعد العلامه، وابدا اتشيك هل الواي عند تي ايكوال 0.007 ايكوال ايكوال الواي عند تي ايكوال 0.007 بلس تي متقربه لاربع ارقام عشريه اللي هي اسمها ان ولا لا؟ لو هي هي بيساووا بعض يبقى خلاص دي عباره عن بيريودك فانكشن، وابدا ارسم الكلام ده. فهتلاقي لو جيت بصيت على التو سكويرز هنا مرسومين على بعض شكلهم عامل ازاي، هتلاقي ان هي فعلا عباره عن بيريودك فانكشن. لو بصيت على الشكل ده كده هتلاقي، يعني بص على الخط اللي هو الرفيع ده، هتلاقي بيتكرر تاني من هنا بنفس
الحاجه، بعد كده ده بيتكرر تاني بنفس الحاجه، بيتكرر تاني بنفس الحاجه وهكذا. ده ليه يا شباب؟ علشان كانت التي 1 على التي 2 ده راشونال نمبرز، هتطلع في الاخر خالص 5 على 6 او 6 على 5 وات ايفر، عشان انت هنا بتجيب التي فهي مقلوب الاف 6 على 5. طب تعالى نبص بقى، لو كانت الاف 1 والاف 2 دول تعالى نبص كده، لو كانت الاف 1 والاف 2 دول الاثنين دول مع بعض، سوري دي هو F1 ب 50 وF2 ب 20 جذر 2، اه دي كده الريشنال نمبر، في عندي هو جذر 2 اهو، يبقى انا متوقع ان هو T1 على T2 الاثنين دول الريشنال نمبرز. فانت لو كتبت نفس الكود تاني وعملت الريشيو والA والB والT والN وعملت كل الكلام ده، تطلع ان دي مش بيريودك. لو جيت بصيت على الخط الرفيع ده تلاقي اصلا هنا بقى ارفع منه، هنا بقى رفيع خالص، هنا ما بقاش موجود وهكذا. فدي نقعد تلاقي ان هي مش بيريودك. مش بيريودك ليه؟ عشان T1 على T2 مش ريشنال نمبرز. اخر حاجه عايزين نشوفها مع بعض التايم فاريانس بتاعتنا، ازاي نتشيك ان السيستم بتاعنا تايم انفاريانت. لو عايز تشيك ان السيستم بتاعك تايم انفاريانت، يبقى انت هنا بتدخل له انبوت وليكن اكس اوف تي، وتدخل له الانبوت ده متشفت في فيز عندك، فيز شيفت وليكن 1 راديان 2 راديان ايا كان، والمفترض ان يطلع ان السيستم بتاعنا ده بيطلع نفس الاوتبوت بتاعك. فلو عندي سيستم عامل كده، عشان ده يبقى حاجه زي اللي عندك انت هتعمل لها امبلمنتيشن سيستم يا شباب زي دوت، عايز اتشيك هل هو السيستم بتاعنا ده تايم فاريانت ولا تايم انفاريانت. فلو عايز اعمل حاجه زي كده هعمل ايه؟ احنا ممكن نيجي نوت، هي دي بس فيها غلطه ان دي اكس دوت ودي اكس دبل دوت مش اكس بس، يعني دي نوت هي عباره عن اكس دبل دوت، ادي دي دوت ودي دوت. طيب انا هنا يا شباب عايز ايه؟ يعني خلينا برضو ممكن نعملها كده، انا هنا عايز ايه عشان نمشيها مع بعض دي؟ انا هنا عايز اعرف الواي دي ايكوال كام. فانت لو عايز تجيب الواي دي لوحدها ايكوال كام، هتقول لي خلاص ان الواي دي لوحدها هي عباره عن الاكس دوت دي، لا مش احسن حاجه خالص، بلس اكس دبل دوت ماينس الواي دبل دوت ماينس التي في الواي دوت، والتي ده اللي هو الرام انتوا كنتوش عارفينها في الكويز. طيب فاحنا بقى عندنا حاجه زي كده، تعالى كده نتخيل كده مع بعض ان احنا عايزين نعمل دوت، عايز اعمل امبلمنتيشن للكلام الظريف ده. فلو عايزين نعمل امبلمنتيشن للكلام الظريف دوت، انا اول حاجه عندي دي الواي بتاعتي، فاتفقنا ان الواي هنا هو هي عباره عن ايه، هي اكس دوت بلس اكس دبل دوت. فلو قلت خلاص الاكس دي عباره عن انبوت اللي هو هيجي لي بعد كده عباره عن ساين ويف مثلا، دي هنا هو عباره عن انبوت داخله على ديفرنشيتور، وبعد كده خلينا على اتنين ديفرنشيتور، فدي يديك اكس دوت بلس اكس دبل دوت دخلت هنا على البلس، لان لو اخدت بالك وهي دي كده عباره عن بلس دول ماينس ماينس، فادي ده ماينس ماينس عشان هيديك الواي. طب اول واحده هي عباره عن ايه، واي دبل دوت. فانا الواي اللي انا خدتها دي خدتها هنا اهوت اهي، فضلتها مرتين وحطيتها هنا بقى اسمها واي دبل دوت ماينس التي في الواي دوت. فانا اخدت نفس الواي اهي اهي، دخلتها على ديفرنشيتور واحد عشان اجيب منها الواي دوت، وضربتها في التي اللي هي الرام، وديت ده كل ده بالماينس. فانا كده عملت امبلمنتيشن للواي بتاعتي. المفترض بقى اللي حضرتك هتعمله، ان انت نفس السيستم ده كده هتبدا تعمل له سب سيستم، وتاخد الكوبي مرتين، مره هنا ومره هنا، وتطلعهم على نفس السكوب، وتدخل هنا اهوت مره ستيب بفيز عاديه فيز زيرو، مره تدخل نفس الستيب بنفس الفاليو بفيز شيفت مثلا 2 راديان او 1 راديان، وتشوف الاوتبوت بتاعك شكله عامل ازاي. المفروض الاوتبوت بتاعك الاثنين يطلعوا نفس الاوتبوت، بس واحد حتى بادئ من عند الزيرو الستارت بتاعه، الستارت بتاع الستيب زيرو، والتاني الستارت بتاع الستيب اتنين، فده بدأ من هنا وده بدأ من هنا، لكن الاتنين في الاخر طلعوا نفس الاوتبوت بالظبط، بس السيستم بتاعك ده تايم انفاريانت سيستم. الاساينمنت بتاع سيادتك هيكون طبعا بسيط جدا جدا جدا، امسح برضه الكلام ده. انت اول حاجه حضرتك هتعملها هيبقى عايز منك كود تعمل بيه السكوير، طبعا ده مكتوب عندك فوق، انت بتعمل سكوير بفريكوانسي 50 ما فيهوش اي حاجه، هيديك ده على طول.
تاني حاجة يكون عايز منك تقريبا سيستم زي اللي احنا رسمناه فوق هنا، بس بدل ما كان قايل لك اكس دبل دوت زائد اكس دوت اتضاف عليها اكس، فالسمر اللي كان بتاع الاكس ده يتضاف عليه اكس بس راح معاهم. وده هنا هو الواي طبعا هي اللي بتجيبها، فالواي دبل دوت نفس الكلام تروح هناك بالماينس، ماينس تي في الواي دوت في الواي دوت. هتعمل السيستم دوت وتدخل عليه، تعمله سب سيستم، تعمل له كوبي مرتين وتدخل عليه انبوت، ومرة تانية انبوت متشفت. يعني فور اكزامبل المفروض ده هنا هو تبقى سب سيستم، طبعا جوه تلاقي الامبلمنتيشن اللي انت هتعمله، والاثنين دول هم السب سيستمز. ممكن تدخل انت عادي، ممكن تدخل ستيب هنا هو مثلا، تدخل هنا مثلا ستيب ريسبونس، وتقول ان الستيب هنا هو الستيب تايم بتاعها واحد عادي مفيش مشكله، انيشال فاليو بتاعتها بزيرو، وتعمل واحده تانيه تغير الستيب تايم بتاعها. يعني الستيب تايم بتاعها دي ان هو واحد، والفاينل فاليو هتخلي الانيشال فاليو بتاعتك زيرو ما فيهاش مشكله، وتخلي ان هو الفاينل فاليو برضه بتاعتك برضه بواحد ما فيهاش مشكله، وتغير بقى في الستيب تايم بتاعك. او ممكن نعملها سكوير ويف، سوري ساين ويف، فاعمل هنا في الاثنين دول ساين. فلو جيت بصيت مثلا على اللي انا كنت عامله هنا، ان انا عامل هنا الساين بامبليتيود واحد وفريكونسي واحد، اي فريكونسي اي امبليتيود، بس جاي هنا عند الريديان او الفيس شيفت مخليها بزيرو، هتلاقي ان الساين الثانيه دي انا مخليها برضو امبليتيود واحد فريكوانس واحد، بس جيت هنا عند الريديان او الفيس شيفت خليتها بواحد. فانا كان انا عملت فيس شيفت بين التو انبوتس. المفروض ان السيستم بتاعي ده من جوه هو عباره عن تايم انفاريانت سيستم، فلاقي نوت ان الاسكوب ده مطلع لي نفس الرسمه بالظبط في الـ. فالدنيا بسيطه خالص وسهله، فاتمنى يعني الدنيا تكون واضحه كده والناس تحل الاسايمنت بكل سهوله، ما تواجهش في اي صعوبه ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.